السلام عليكم، فلوج جديد من قناة اي بي فيديو، فلوج رقم 5. خلصت طبعا ثانوية عامة والنهاردة يوم 1/7 وقاعد مع قرايبي حمزة وزياد جايبين عبد الرحمن، وهنعمل ايه دلوقتي؟ هنلعب كورة شوية وهنتمشى شوية في الجنينة، بس الجنينة دي احنا رحناها في فلوج الأول، فمش هصور لكم حاجة فيها كتير يعني، بس مش هنعمل حاجة النهاردة كتير. الخبر المهم اللي كنت عايز اقول لكم ان انا خلصت ثانوية عامة، هو ده الفلوك. دلوقتي احنا نفخنا الكورة عشان نلعب، وريني كده الكورة. انا وانس هنلعب ضد حمزة زياد. طبعا الشباب اخويا خلص ثانوية عامة وبنتظر الفيديوهات الجديدة، فيديوهات كوميدية من حيث مثلا او فلوجات او اي فيديوهات ان شاء الله على القناة، وفعل الجرس وكده عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم، معكم فلاش جديد، انا وحموز وانوس. طبعا دلوقتي يا شباب احنا هنلعب وهنسخن، بس مش هنلعب اساسي، هنسخن. فهنصور لكم شويه مشاهد كده، هنحط الاستاند في اي حته كده في كوت خامت يا جدعان، كوت خامت. طبعا يا رجاله بعد ما خلصنا ورحنا نجيب الكوره الجديده، كوره بلاستيك طبعا مش مهم. بعد ما جبنا الكوره خلصنا ودلوقتي هنلعب، يا رب بس الكوره ما تتخرمش زي لسه مخرومه من نص ساعه، ان شاء الله ما تتخرمش. يلا مع بعض. ما جبنا كوره جديده ودلوقتي هنسخن بيها، ويلا معايا. طبعا يا رجاله بعد ما لعبنا ماتش كان ممتع جدا وكان حلو قوي ما بين انا وانس وحمزه وزياد وعبد الرحمن، الماتش كان حلو قوي. فبعد ما لعبناه الواحد طبعا عرق السنين يا جدعان، يعني الواحد مش قادر خالص، بس الحمد لله ماتش حلو وكان يوم جميل، ويا رب تكونوا استمتعتوا بالفلوج. وده فلوج بس كده صغير، مش هطول معاكم في الفلوج، بس كده استنونا في الفلوج الجاي. سلام.